استقبلت محافظة مطروح قافلة مكونة من 80,000 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وأوضح محافظ مطروح خالد شعيب أن المبادرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري. نسعد وبنشرف ان احنا بنستقبل النهارده اول 80,000 شجره من خلال هذه المبادره. يمكن 80,000 شجره منهم حوالي 57,000 شجره اشجار مثمره والباقي لاشجار الزينه. ان شاء الله يتم توزيعها على جميع مراكز المدن المحافظه وفي الاماكن المغلقه والمصالح الحكوميه والمدارس ومراكز الشباب، حتى نستفيد في اول سنه ان احنا نشوف المبادره ونتابع صيانه هذه الاشجار ومتابعتها. النهارده استقبلنا الكميه المخصصه لمحافظه مطروح 80,000 شجره سواء كانت اشجار فاكهه او زينه. النهارده باذن الله فورا سيتم توزيع كل الكميات المخصصه لكافه المراكز الثمانيه على مستوى المحافظة، والبدء بإذن الله من غدا في زراعات هذه الأشجار داخل الأماكن المغلقة طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية ومعالي وزير المحافظ في هذا الشأن.